مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من ماشيط الصحافة، نسلط الضوء فيها على أبرز ما طبع في الصحافة المحلية والعربية والدولية. ويسعدنا أن نستضيف ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري. مرحبا بك معنا دكتور يوسف. أهلا بك. ومشاهدينا نبدأ بأبرز العناوين المحلية بعد هذا الفاصل. نستهل جولتنا الصحفية ونقرأ هذا الخبر من صحيفة الجريدة التي تناولت حضور ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والوفد الرسمي المرافق له عصر أمس حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32. في صحيفة الشاهد نقلت تأكيد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الرضان استمرار دعم الكويت أميرا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية. نبدأ معك دكتور بهذا الخبر، يعني الكويت حاضرة في كافة المحافل الدولية في جميع المناسبات التي تخص الأصدقاء وحتى الأشقاء، فما دلالات ذلك؟ طبعا ما في شك، دائما الكويت حريصة وحضرة صاحب السمو أمير البلاد دائما يعني يحرص أن يتواجد أو ينيب عن من يرى طبعا لحضور كل المنتديات واللقاءات التي تهم العالم العربي والإسلامي والدولي، وبالتالي هذا الحضور يدل على اهتمام الكويت الواسع بالمشاركة الفاعلة في مثل هذه اللقاءات ودعم القضايا العربية والإسلامية والدولية. وطبعا القضية الفلسطينية قضية أساسية، قضية يعني لا شك الكويت ترعاها وتتبناها وتهتم فيها، تعتبرها قضية شعب يجب أن ينال حقوقه من خلال طبعا عملية السلام، من خلال المفاوضات التي يجب أن تعيد الحقوق لأصحابها. وهذا الإيمان واضح من خلال ما طرحه الوزير نيابة عن سمو أمير البلاد، وأن الكويت يعني تدعم كل الجهود المبذولة لإحلال عملية السلام في الشرق الأوسط وإعطاء الشعب الفلسطيني الحقوق المشروعة له في وطنه ونيل كافة حقوقه. وبالتالي ليست بغريبة على الكويت هذه المشاركة، وبالعكس تبين اهتمامنا الواسع في أن نكون دائما حاضرين متواجدين في مثل هذه اللقاءات. ورأي الكويت يعني أيضا داعم ودائما يقف مؤيد لكل ما يتعلق بالحقوق المصيرية للشعوب ودعم كل القضايا الإنسانية، وبالتالي هذا يبين لنا يعني اهتمامنا الواسع رغم صغر المساحة الجغرافية، ولكن الكويت دائما يعني انتشارها السياسي وتمثيلها في كل هذه المنتديات يعني يعطي نقطة مضيئة في تاريخ الكويت ويعني علاقة الكويت مع العالم والعالم العربي والإسلامي والدولي أيضا. نعم. في خبر آخر ننتقل فيه إلى صحيفة الكويتية التي طبعت هذا المانشيت، وزير الإعلام سمو الأمير أعطى مؤتمر إعمار العراق مكانة عالمية. وعنوان آخر في صحيفة الأنباء الجر الله 70 دولة تشارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق. فيما يتعلق بهذا الخبر دكتور، يعني خلال هذا الشهر ستشهد الكويت العديد من المؤتمرات، نتحدث عن مؤتمر التحالف الدولي لدعم ضد الإرهاب، وأيضا نتحدث عن مؤتمر إعادة إعمار العراق، وأيضا لدينا مؤتمر إطعام مليار مسكين. فبالتالي يعني ما انعكاسات ذلك عندما تحتوي الكويت كل هذه المؤتمرات يعني في هذا الشهر؟ طبعا هذا الحقيقة دليل على اهتمام الكويت الواسع بأن تستضيف كل ما من شأنه أن يحقق قضايا إنسانية، كما هو في قضية طبعا الإطعام المليار مسكين أو قضايا المتعلقة في الشؤون العربية ودعم العراق ومؤتمر إعادة إعمار العراق ودور الكويت واهتمامها بأن لها يعني دور اهتمام واسع في قضية أن تقوم بمثل هذا الدور لدعم إعمار العراق، خصوصا بعد قضية داعش والقضايا طبعا الاقتصادية اللي واجهها العراق، وأن الكويت ما زالت مستمرة في مثل هذا الدعم والاهتمام العالمي حتى في قضايا التطرف. الكويت ترعى مثل هذه المؤتمرات، تعتبرها قضية عالمية يجب أن يهتم فيها، وبالتالي تمثل هذه الدعوة اهتمام سمو الأمير المباشر يعني في مثل هذه القضايا الحساسة المهمة التي يعني هي لها دور واسع اليوم في العالم العربي والإسلامي والدولي. ومن ثم الكويت دائما تحتضن
مثل هذه اللقاءات ومستعدة لتقديم كل الدعم والعون لمؤتمرات ثلاثة في آن واحد تدار في الكويت، وهذا طبعا يعطي مكانة وسمعة الكويت الحقيقة واهتمام واسع بهذه المشاركة العالية، وشعور الكويت بأنها جزء من هذا الكيان العربي الإسلامي والدولي يجب أن تكون لها ممارسة واهتمام في رعاية مثل هذه المؤتمرات التي تشكل داعم رئيسي لقضايا مهمة تشغل العالم في هذا الوقت. وبالتالي سمو الأمير حفظه الله دائما يعني لا يبخل في اهتمام الواسع على مثل هذه القضايا واستضافة كل هذه المؤتمرات في آن واحد لدعم كل هذه القضايا الإنسانية والسياسية والعربية والإسلامية في آن واحد. فأعتقد أن هذه يعني تعطينا مؤشر واهتمام كويتي واسع في مثل هذه القضايا ودعمها لكل الجهود المبذولة لدعم السلام، لمكافحة الإرهاب، للإنسانية المتعلقة في إطعام المساكين، وكذلك لقضية الشعب العراقي ودعمه وتوفير الإمكانيات اللازمة، وحتى أعطى يعني مؤتمر إعادة أعمار العراق مكانة عالمية بحضور 70 دولة. يعني دليل على ثقل دولة الكويت في المجال الإنساني وحتى في المجال السياسي. ما في شك. ننتقل إلى صحيفة القبس التي أوردت قول وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة حنان مشهري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية سلمت فعليا ما نسبته 42% من أوامر البناء للمشاريع الإسكانية التي تم توزيعها على المخطط. أيضا الكويت تستضيف مؤتمرا لإطعام مليار مسكين تحت هذا العنوان. أفادت صحيفة السياسة أن رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار في الديوان الأميري والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبد الله المعتوق كشف عن استضافة الكويت في وقت قريب مؤتمر الشراكة الذي يعقد سنويا بين المنظمات غير الحكومية في العالم للتكفل بإطعام مليار مسكين ومحتاج. نتحول إلى صحيفة الوسط حيث نشرت أن وفدا كويتيا رسميا يشارك في المشاورة التقنية الدولية المعنية بوسم معدات صيد الأسماك المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو في إيطاليا والمستمرة حتى 9 فبراير الحالي. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. غضب الأمم المتحدة على المعاناة السورية يدفعها للقول لم يعد بإمكاننا البقاء صامتين. صحيفة الغارديان أبرزت دعوة المنسق الإنساني بانوس مومديتس إلى وقف إطلاق النار لتخفيف التدهور المأساوي، وذكرت الأمم المتحدة أن حجم المعاناة في جميع أنحاء سوريا قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تم منع وصول المساعدات في 3 مراكز سكانية رئيسية ونزوح متزايد وأكثر من 13 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات في أنحاء البلاد. صحيفة الحياة تقول إن مجزرة الغوطة تحبط مساعي الهدنة في سوريا، فعلى وقع الاتهامات الدولية المتصاعدة لدمشق باستخدام السلاح الكيماوي في هجمات عدة شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا لغارات النظام السوري على الغوطة الشرقية أدى إلى مقتل 47 شخصا على الأقل في حصيلة هي الأعلى للضحايا في يوم واحد منذ بدء التصعيد قبل نحو 45 يوما، مما أحبط مساعي دولية للتوصل إلى هدنة إنسانية في البلاد، ووجه تصعيد قصف القوات النظامية السورية على الغوطة إضافة إلى استهداف إدلب ضربة إلى دعوة ممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا إلى وقف فوري للأعمال العدائية لشهر على الأقل في أنحاء البلاد من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الحالات الحرجة. دكتور، الأمم المتحدة تقول بأننا لن نسكت على هذه المجازر وحتى مجازر الكيماوي، لكن يقابل ذلك على أرض الواقع الغارات الجوية الروسية وحتى التقدم للقوات العسكرية لجيش النظام في سوريا، فبالتالي ما معنى هذه المفارقات؟ طبعا لا شك أن ما يحدث الآن في سوريا أمر يعني حقيقة يعني محزن جدا. هذه الغارات في منطقة الغوطة وقتل الأبرياء والمساكين والمدنيين بالغازات السامة والكيماوي، وبالتالي أصبحت اليوم هاجس عالمي، وهذا اختراق القانون الدولي، وبالتالي يجب أن يكون للمجتمع الدولي على رأس الأمم المتحدة موقف صارم تجاه مثل هذا الأمر. ولكن للأسف الشديد ما نراه الآن هو مجرد عملية تهديدات وإعطاء تحذيرات للنظام السوري، ولكن لا نرى الحقيقة
يعني خطوات عملية جادة لمنع هذه المجازر، والمجازر هذه ليست هي الأولى، تمت مجازر كثيرة وتمت تحذيرات للنظام السوري كثيرة في هذا الشأن، ولكن نجد أن النظام السوري ما زال يتمادى في هذه المجازر بهذه الطريقة البشعة والكيماوي استخدمها منذ عام 2012. نعم، وبالتالي نجد أن يعني المجتمع الدولي ممثل طبعا في الهيئة المتحدة لم تتخذ إجراءات حقيقية لقمع هذا الأمر، وللأسف بمشاركة من أحد الدول أصحاب الحق الفيتو في مجلس الأمن، وهي طبعا روسيا، تشارك في مثل هذه المجازر وتقوم بمثل هذه الحرب الشعواء على السب السوري من دولة هي ممثل رئيسي في الأمم المتحدة. وهذا يعطينا يعني للأسف أن يعني التحركات الدولية ليست على مستوى المطلوب في هذه القضية، وأن النظام السوري مستمر في هذه الانتهاكات لعلمه أنها لن تتعدى كونها في مجرد تحذيرات أو مجرد تصريحات سياسية وهنا وهناك، ولكن ما يزال النظام مستمر على وتيرته في مقابلة هذه الأعمال، لأنه يعلم أنه لن يكون هناك تحرك دولي حقيقي لمنع النظام السوري وقمعه. وبالتالي يعني دكتور، هذا الصمت الدولي من قبل الدول الكبرى، هل يفهم بأنها هذا الصمت يريد بالفعل تدمير سوريا بكل أنحائها؟ إذا ما تحدثنا عن الكيماوي. نعم، هي فيها جانبين، يعني الجانب الأول يعني صمتا يعني خوفا من اتخاذ اجراءات صارمه مثل سوريا، وبالتالي ما هو المستقبل لسوريا بعد سقوط الاسد لو فكرنا في عمليه التدمير او القيام باي اعمال. ايضا لا ننسى ان هناك شريك اخر وهو روسيا في الامر، وبالتالي نحن سندخل في صراع اخر المتحده مع سوريا، الروس هم مشاركون حقيقيون في هذه الحرب. وبالتالي ما نراه هو تدمير حقيقي للنظام للارض السوريه، ولكن طبعا هنا تلعب المصالح في قضية من سيخلف ومن سيحكم هذه البلد لو سقط النظام السوري، وبالتالي هناك يعني قناعات أو توجسات من عملية التدخل الفوري أو اتخاذ قرارات حاسمة تجاه منع هذه الأمر، وكأنهم يعني يشاهدون ولا يرون، وبالتالي يعني سنترك الأمور إلى ما تصبو إليه هذه الحالة. وبالتالي يعني هذا الصمت هو مساهم أيضا مساهمة في حقيقية تدمير سوريا في مثل هذا التدمير، وبالتالي وتشجيعهم حتى لاستخدام الكيماوي. نعم، وبالتالي هم لم يجدوا أي ردود فعل يعني قاسية تجاههم، وأن مجرد تصريحات هنا وهناك مستمرة منذ سنوات طويلة، وهم يقومون بهذا الأمر على مرأة ومسمع من العالم الدولي دون تحرك حقيقي تجاه هذا الموضوع. نعم، سننتقل دكتور وإياك إلى جنيف، وتنضم إلينا مباشرة من هناك مراسلة التلفزيون الكويت دينا أبي صعب. أرحب بك معنا دينا، ونبدأ معك بأبرز ما تناولته الصحف السورية لهذا اليوم. نعم، نبقى في الملف السوري، هو أيضا أحد العناوين التي تناولتها الصحف المحلية الصادرة اليوم باللغتين الفرنسية والألمانية. تقول صحيفة لوتون، وهي أبرز الصحف الصادرة بالفرنسية، أن النظام السوري أعاد استخدام الكيماوي مجددا في قصف مدينة سراقب. إذن هذا اتهام مباشر للحكومة السورية، حملته الصحيفة في عنوان المقال المذكور. ولكن في متن النص قالت الصحيفة أن الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية لم تنهي بعد تقرير تحقيقها حول هذا الموضوع، ولم تتخذ أو تتوصل لقرار نهائي في من استخدم الكيماوي في هذه المدينة بالذات. إذن الملف السوري كان حاضرا في عدة صحف، إلى جانب الملف السوري تناولت الصحف السويسرية عدة عناوين. في العناوين المحلية هناك مقال في صحيفة لا ليبرتي تناول موضوع الطبابة الخاصة بالأسنان. يقول المقال أن الطبابة الخاصة بالأسنان مرتفعة الثمن جدا في سويسرا، وهو ما يدفع السويسريين للهرب أو للسياحة الطبية في دول أوروبية مجاورة أو دول أخرى بعيدة لإجراء عمليات أو تجميل خاصة بالأسنان، نظرا للكلفة الباهظة لهذا النوع من الطبابة في سويسرا. مقال أيضا في لا تريبيون دو جنيف تناول قرارا جديدا اتخذته الحكومة المحلية في جنيف، يمنع الطلاب القادمين من المناطق الحدودية، وهنا نتحدث عن المدن الفرنسية القريبة، يمنعهم ضمن إطار معين وضمن قواعد معينة
معينة من ارتياد المدارس في ضمن كانتون جنيف ضمن هذه المدينة ومحيطها. من العناوين أيضا البارزة حملة نوبيلاج وهي اقتراع سيجرى بعد أسبوع حول الإعلام السويسري الوطني أو المدفوع من قبل الدولة، وهو هذه الحملة تتوجه إلى المواطنين السويسريين الذين يدفعون كلفة شهرية معينة لتمويل الإعلام المحلي. إذن هذه العناوين المحلية. في الدوليات هناك قائمة تتضمن 206 شركات تمول المستوطنات الإسرائيلية، وهي نقطة ركزت عليها صحيفة سويس إنفو الإلكترونية. نعم دينا، سأعود أيضا للملف السوري. كما قال جاويش أوغلو بالأمس، قال بأن مقررات أو قرارات سوتشي ستدمج مع جنيف مرة أخرى، وستشكل اللجنة الدستورية في جنيف وليس في سوتشي. ما المعلومات لديك حول هذا الموضوع، وهل ستشارك اللجنة العليا للمفاوضات في مؤتمر جنيف القادم؟ نعم، هيئة التفاوض اجتمعت أمس بدعوة من المبعوث الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا، اجتمعت به في مقر الأمم المتحدة في جنيف. الاجتماع دام عدة ساعات وتناول مخرجات مؤتمر سوتشي وما توصلت إليه المباحثات هناك. بالنسبة لدي مستورا، اللجنة الدستورية ستتشكل بالفعل في جنيف وتتضمن 150 شخصية سورية، منها 100 ستأتي من الداخل السوري ما بين أطراف من الحكومة وأطراف أخرى تابعة لمنظمات أهلية ومدنية ومستقلين، بالإضافة إلى 50 آخرين هم من المعارضين. تحاول هيئة التفاوض الحصول على نسبة الثلث من الحاضرين في هذه اللجنة، وبالتالي تمثيل المعارضة بشكل رسمي، وهو أمر لم يقبل به ديمستورا في اجتماعات الأمس، باعتبار أن سوتشي أخرج مجموعة جديدة من المعارضين يجب أن تمثل أيضا في مباحثات جنيف التي نسمع هنا في جنيف أنها ستعقد قبل نهاية هذا الشهر. نعم دينا أبي صعب، مراسلة تلفزيون دولة الكويت من جنيف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، منشط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. القدس العربي تنقل عن وزير إسرائيلي دعوته لإقامة الهيكل على أنقاض الأقصى ردا على مقتل مستوطن الأمر يتعلق بوزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريل، الذي أضاف أنه يجب القول بصوت واضح ستكون هناك دولة سيادية واحدة بين الأردن والبحر المتوسط، إنها دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الموحدة حسب تعبيره. وأكمل الوزير الإسرائيلي قائلا يجب الحسب بأن وقت السيادة قد حان، وقاطع مئات المستوطنين حديث الوزير بصيحات تدعو للانتقام. دكتور، إلى أي مدى تعتقد اليوم بأنه الوقت الذهبي لإسرائيل من أجل إقامة هذا الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى؟ طبعا ما في شك أن تصريحات الوزير الإسرائيلي فيها استفزاز كبير جدا للعالم العربي والإسلامي في قضية القدس، وأن سيقيم الهيكل على أنقاض القدس، وبالتالي هذا كأنه يعني نوع من التحدي الصارم بأنه سيحول إسرائيل إلى دولة واحدة، وبالتالي ستكون الدولة المناهضة للحدود الأردنية، وبالتالي يعني كأنه ينفي وجود يعني دولة إسرائيلية دولة فلسطينية قائمة بذاتها يعني مستقلة، وبالتالي هذا كله أيضا في نوع من عملية. ما الذي شجعه على الوصول لهذه المرحلة؟ الذي شجعه على الوصول إلى هذه المرحلة طبعا الدعم اللامحدود من أمريكا، ونعرف طبعا ما قام فيه الرئيس ترامب في أنه أراد تحويل القدس إلى عاصمة لإسرائيل، وبالتالي يعني هذا في تحدي صريح أيضا للعالم العربي الإسلامي من قبل ترامب، وهذا عطى إسرائيل أيضا نوع من العنف أو التحدي. وما يريد طبعا الوزير والحكومة الإسرائيلية أن تكون لهم اليد الطولة
في المباحثات القادمة حتى يكون يحصلوا على أكبر قدر ممكن من المصالح الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني والمصالح الدولة الفلسطينية القادمة، وبالتالي كأنهم يريدون أن يفرضوا الهيمنة في مفاوضات السلام، وبالتالي يطمحوا أن تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة السيادية المهيمنة على العالم طبعا كدولة كاملة ومتاخمة الحدود الأردنية كما ذكر هو، يعني لن تكون هناك دولة واحدة، وبالتالي هذا نفي لوجود الدولة الفلسطينية أساسا، دولة سيادية ما بين الأردن والبحر المتوسط. نعم. في صحيفة الأيام الفلسطينية اهتمت بإطلاق شاب فلسطيني على أولاده الثلاثة التوأم أسماء القدس وعاصمة وفلسطين، وذلك ردا على القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال، ويقيم نضال السيقلي البالغ من العمر 30 عاما في خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر، وقد أنجبت زوجته إسلام قبل نحو شهر 3 أطفال. وقال نضال إنه سمى أولاده بهذه الأسماء لنؤكد أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية. صحيفة التايمز تحدثت عن تنازلات أنجيلا ميركل في سبيل تشكيل التحالف الحكومي، تضحية ميركل بالوزارات الرئيسية لتأمين اتفاق ائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين هو اختراق تأمل في إنهاء شهورا من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا. وتعهدت الحكومة الجديدة بإنهاء التقشف في أوروبا وإدخال ضوابط أشد للهجرة في الداخل. دكتور، فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة الألمانية، تأخر كثيرا، ولكن حصل تنازلات ما بين المحافظين وبين الديمقراطيين الاشتراكيين، ما هذه التنازلات وكيف تم توزيع القائد؟ طبعا ما في شك انه طبعا أنجيلا ميركل واجهت صعوبات كثيره جدا في الصراع الداخلي السياسي بين الحزبين، خصوصا مع اقتراب الانتخابات، وكذلك ايضا في صراعات على نواحي اقتصاديه كثيره، يعني التي قام الاشتراكيون بابراز يعني المخاطر الاقتصاديه او المشاكل اللي حدثت نتيجه لاداره ميركل والحزب القائم الان، وبالتالي وجدت ميركل نفسها امام يعني موجة عارمة من المعارضة في هذا الجانب، وبالتالي لم تجد بديلا الى التنازل مع اليمين المتطرف. نعم، اليمين المتطرف، وبالتالي ما وجدت بديل الى التنازل عن كثير من وزارات السيادية في محاولة لإيجاد ائتلاف جديد يساعد على تخفيف حدة الخلاف بين الحزبين، وبالتالي جذب هذا الخلاف، هذا سيعطيها طبعا دفع قوي جدا في موضوع الانتخابات وحزبها، وبالتالي هي مستعدة للتنازل عن مثل هذه الوزارات يعني حتى تعزز موقف السياسي وموقف الحزب السياسي وحصول على نوع من يعني الانتصار اللي ممكن يجمع مرة ثانية الطرفين في قضايا ألمانية كثيرة حساسة في مشاكل سياسية، وخاصة بعد يعني تراجع شعبيتها بشكل كبير، وهذا واضح يعني نتيجة تأخر في تشكيل يعني الحكومة. استطلاعات الرأي أظهرت أن ميركل يعني هي في كانت نزلت في مرحلة بشكل حاسمة. كبير جدا في هذه الاستطلاعات، وهذا يحدد أن فعلا مستقبل حزب ميركل قد يكون في وضع سيء جدا، وبالتالي هي أرادت أن تعطي يد التعاون وتفتح التنازلات حتى تكسب ود الجانب الآخر وكسب الشارع أيضا كسب الشارع، أننا لا نريد أن نقيم صراعا على حساب المصالح الألمانية ومصالح الشعب الألماني، وبالتالي ها أنا ود يدي وأتنازل عن كل الوزارات السيادية والقوية الحزب الآخر طمعا في إيجاد نوع من الائتلاف حتى تحافظ على مكانتها مرة أخرى أمام الشعب، تعهداتها أمام الشعب الألماني. نعم. في خبر آخر، العالم لا يحتاج إلى أي استراتيجيات نووية أكثر، تعنون صحيفة فورين بوليسي تقريرا مطولا وتكتب بأن عدم استخدام الأسلحة النووية منذ عام 1945 إنجاز عظيم نأخذه في كثير من الأحيان، وعلى الرغم من أن عدة الدول الحائزة للأسلحة النووية قد زاد ببطء على مدى العقود السبعة الماضية، إن الاستمرار في هذه السلسلة المحظوظة لأطول فترة ممكنة من الناحية المثالية إلى الأبد يجب أن يكون هدفا أساسيا لجميع البشر. هناك عدد من الأسباب الواضحة وراء عدم استخدام الأسلحة النووية مطلقا، ذلك لأن مهاجمة قوة مسلحة نووية قوة أخرى يعني المخاطر بتدمير نفسها، ولأنه لا يمكن أن تكون هناك مكاسب سياسية تستحق تكاليف التعرض للضرب حتى من خلال حفنة من القنابل النووية الانتقامية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال
اليوم من صحيفة القدس العربي، وهو عبارة عن افتتاحية أبرزت فيها الصحيفة ما أكدته تقارير صحفية ميدانية ونشطاء على الأرض مواظبة النظام السوري على استخدام غاز الكلور في هجمات استهدفت مناطق عديدة غير خاضعة لسيطرة النظام. وتضيف افتتاحية الجريدة أنه منذ الخط الأحمر الشهير الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بصدد لجوء النظام السوري إلى هذا الطراز من الأسلحة المحرمة دوليا، ثم اعتمده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل النظام السوري الدوس على هذا الخط دون رادع. إن انعدام التناسب بين عجز المجتمع الدولي عن تبني سياسة ردع عملية وفعالة مقابل إصرار النظام على استخدام الأسلحة الكيماوية صار أشبه بسباق بين ذئب كاسر وسلحفات كسيحة، والضحية هي دائما مدنيون أبرياء عزل وأطفال بصفة خاصة يفتقرون إلى أبسط طرائق الوقاية من الغازات السامة ناهيك عن وسائل العلاج. وليس أقل خطورة من هذا أن يتحول استخدام النظام السوري غاز الكلور إلى أمر واقع يومي وروتيني يتثاءب المجتمع الدولي كلما أتت على ذكره الأخبار. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. الكاريكاتير اخترناه من صحيفة الوطن أونلاين. دكتور لك التعليق باختصار. طبعا واضح هذا الكاريكاتير يوضح أن منطقة إدلب ومتواجهة من هجوم طبعا من النظام السوري بجميع الأنواع الأسلحة المحرمة، وهو طبعا تظهر الصورة في إشعال طبعا فتيل الكيماوي وقصف المدنيين والناس العزل بمثل هذه الأسلحة المحرمة دوليا على مرأى ومسمع من العالم، وبالتالي كأنه يشير أن أدلب تحترق تحت وطأة هذا الهجوم اللا إنساني. نعم. الذي يدمر الحياة الإنسانية في هذه المنطقة، وبالتالي أين العالم من هذا ما يحدث في أدلب؟ نعم. مشاهدينا وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري على تواجده معنا، وأشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.